والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا، لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم، كانوا شداة وسط العذاب ولا حتى نار تهمهم. وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا، تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا، أبطال وعاشوا وسطنا، أبطال وعاشوا وسطنا. بابا بابا بابا، كنت عايز اسألك سؤال. بابا. ايوه يا شوف. بابا، هو ربنا ساكن فينا؟ بابا احنا ليه مش بنشوفه؟ انا نفسي اشوفه. ولد، انا قلت لك قبل كده 100 مره اوعى تسأل الاسئله دي تاني، فاهم؟ بابا بابا. ايوه شادي. هو مين اللي خلق ربنا وامتى خلقه؟ انت كده طول عمرك يا شادي بتشطح بتفكيرك وبتسأل أسئلة محدش ينفع يسألها. احترم نفسك يا شادي والزم حدودك. شادي ما اسمعكش تقول الكلام ده تاني ولا تسأل الأسئلة الكافرة دي تاني، انت فاهم؟ يا الواحد عمل اللي عليه وزيادة بصراحة في المادة دي. انا حاسس ان ربنا هيقف معانا كويس. ربنا؟ يا شادي ربنا في ايه؟ يا ابني لسه في حد مصدق الخرافات دي؟ خرافات؟ يا ابني الكلام ده بتاع زمان، بتاع الناس القديمه كده. وغير كده هو لسه في حد مصدق الكلام ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ كل حاجه حوالينا بتقول ان ربنا موجود. لو في ربنا زي ما بتقول، ليه لما بنسال عنه او نتكلم بيطلعنا كفره؟ وغير كده لو في ربنا بيفهمنا او بيحس بينا، ليه حاطط لنا خطوط حمراء في التفكير؟ ليه؟ اتعلمنا من واحنا صغيرين ان مش كل حاجة ينفع نسأل فيها، وتربينا على اننا نقبل امور كتير من غير ما نفكر فيها، وكتير كنا بنسمع لا تجادل ولا تناقش، بس بعد شوية الوضع اختلف والافكار والمبادئ اتغيرت، واحنا عايشين في زمن الثورات مش بس على الانظمة السياسية لكن على الافكار والمبادئ. ما بقاش فيه خطوط حمراء ما ينفعش نتخطاها، وكتير من الشباب حوالينا دلوقتي بقوا بيسألوا عن الله وعن الوجود، زي ليه ربنا خلقنا وهل الله موجود فعلا، وليه أنا موجود وليه ربنا بيسمح بالشر. وهذه الأسئلة تسبب الحيرة والارتباك، وأحيانا بتوصل للشك والإلحاد، وللأسف في أوقات كتيرة بيتم اتهامهم بالكفر. وفي حلقتنا النهاردة بنسأل، هل السؤال والشك ده أمر مكروه ومرفوض ولازم ناخد الأمور مسلمات؟ ولا ينفع نشك في كل العقائد والأفكار والمعتقدات اللي اتولدنا وتربينا عليها وتعلمناها؟ وهل الله بيزعل من أسئلة الشك في وجوده؟ هو ده موضوع حلقة النهاردة من برنامج ناس زينا، وعنوانها خطوط حمراء. هنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمة جميلة. لكن تعالوا في البداية خلونا نروح مع الشاعر والمفكر المسيحي نعيم عاطف ونشوف هيقول لنا إيه عن الموضوع ده. يا رب قلبك كبير واسع ومش بيضيق، تصبر على الجاهل تصبر على الغافل، وبتحتمل أسئلة وبتحتمل تدقيق، وبرحمتك تفتح لكل حي طريق، تسمع سؤال مسكين محتاج لإحسانك، تمسح دموع الحزين وتضم بحنانك، تسمع ندى حيران عايزك تنور ليه وسط الغيوم تسطع عليه شمسك. أنا عقلي مش ممكن يساع مجدك، وسع مكان في قلبي لحلولك، أنا مش بشك في رحمتك أو جودك ولا عندي أدنى شك في وجودك، أنا بس عايز أفهم حاجات ما فهمتهاش بالعقل، ونفسي ترفع عيني فوق الضباب والجهل، فوق المعارف والكتب، فوق العلوم،
فوق الأراضي والفلك، فوق النجوم، فوق كل أسرار الوجود، فوق الخوافي والمغامض والمغالق والخطوب. يا رب قلبك كبير واسع ومش بيضيق، تصبر على الجاهل، تصبر على الغافل، وبتحتمل أسئلة وبتحتمل تدقيق، وبرحمتك تفتح لكل حي طريق. وبتحتمل أسئلة وبتحتمل تدقيق، وبرحمتك بتفتح لكل حي طريق. هل ربنا فعلا يسمح لينا إننا نشك في كل حاجة حتى في وجوده؟ تعالوا نتابع الحوار والنقاش بين الشباب والمهندس عصام خليل. ازيكم يا شباب؟ كويسين. انا جايه النهارده متفاجئه بانه حواليا كتير من اصدقاء بكتشف ان هم بيسالوا كتير هو ربنا موجود ولا لا. في البدايه اول مره تكتشفي ده ولا ايه؟ حواليكي وانا قاعد جنبي. انا يمكن اول مره يستضيفني انه الاقي ناس بتسال ربنا موجود ولا لا. اها لا، احنا الموضوع اكبر. انا بس مثلا مش بس افكر ربنا موجود ولا لا، انا ساعات بفكر انا اصلا مين ولا انسان ولا لا، واحنا كلنا والكنيسه ايه والجو ده، وفي حاجه اسمها هو الكتاب المقدس ده بجد ولا متحرف، واصلا يعني كل حاجه. أوكي. انت بتشوف كل حاجه. انا في الاول اتخضيت بس بعد شويه كده هدي، قلت اوكي طب ما احنا فعلا لازم نسال نتاكد من ايماننا. لازم هو لازم ربنا موجود يعني. امال ايه يعني؟ مين لعمل ده؟ لازم ربنا موجود. لازم يعني ايه؟ لازم يعني ايه؟ لازم دي ايه؟ ايوه يعني ايه؟ امال كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي جت منين؟ طب انت متاكد منين؟ الانفجار الكوني اللي حصل وعمل كل يعني الحاجات دي. مش يعني مش منطقي. عشان كده اتخضيت زي ما انا نظريه. هم عندهم نظريات كمان. فكرني ماما. لازم مش كده؟ لا انت بتستني بجد. لا يعني خلاص يا جون خلاص مش مستني. عشان كده بقول لكم اتخضيت لما لقيت ناس بتسال. انا بشوف مثلا الطبيعه دي كلها بتقول ان ايوه عشان في نظريات يترد عليها. يعني لو كلمتي حد اصلك الطبيعه مش هيقول لك الانفجار الكوني. طيب انا صباح الخير. صباح النور. الحديث محتدم كالمعتاد. ايوه ايه مالكم؟ لسه شويه بنشوف. نشوف ايه؟ انا مثلا بتطرح مساله انه في ناس بتشك انه في ربنا موجود ولا لا، اي حوالينا. حاجه ايه ده؟ مش منطقي. فانا شخصيا مش بس بشك في كده، بشك في كل حاجات كتير يعني. وانا قاعد دلوقتي ساعات بقول هو فعلا يعني الكتاب المقدس ده بجد؟ انه المسيح فعلا جه واتصلب ولا لا؟ فكره اي فكره يقول لي لا طبعا هو كده. ولا انت كافر بقى؟ لا يعني لا ده ليه تقول؟ لا ما ينفعش. يعني عندك نسبة شك طبعا بس كام في المية؟ قولي. لكن ما تقوليش بقى ليه 100%. يعني لازم ربنا يعني منطقيا ما ربنا يعني لازم ربنا يعني أصلاً. يعني ايه يعني ايه لازم؟ يعني ايه يعني ايه لازم؟ طبيعي ده. كان بابا زمان لما كنت اساله سؤال مثلا ما تسالش. لا ده قرب يعلقني في المروحه. لا يعني بيبص لي كده عيب. اوكي انا مش معترضه انك تشك. انا مثلا انا واندرو متفقين ان الله موجود ومقتنعين جدا ان الله موجود ومش شاكين في ده. انت شاكك. هو ده اللي انا بقوله. انا اتفاجئت ليه انه في حواليا ناس كتير بيقولوا ان احنا مش شايفين الله اكتر من اللي مصدقين ان ربنا موجود. الفكره في ايه بقى يا اندرو؟ انه انا ابص لك ازاي؟ هي دي الفكره. انا برضو يعني بعمل اقول يعني بصي ازاي؟ يعني اوقات كتير ناس اول ما حد يقول كده اللي هو بيبص له بيغيروا نظرته او ممكن مش عايز اعرفه. انا عندي مشكله تانية. هو انا اللي في ده صح يعني مش صح وغلط؟ بس هو انا أي كان. لا اشك انت صح او غلط. اشك يعني الشك ده طبيعي بقى ولا دي يعني ولا انا كده برضو يعني ده مش كفر يعني. انا عايز الخص رايكم يعني شايف في مجموعه بتقول انه في مسلمات ما ينفعش نشك فيها زي ان الله موجود وزي الكتاب ده. كمان احنا اصلا تربيتنا كلها بتتكلم عن المسلمات. لا وكمان انا فاكره ان انا لما كنت في اعدادي مثلا واجي اسال خادم في الكنيسه او بابا او ماما هو ربنا فعلا موجود واسال على ايه في الكتاب المقدس او اقول هو دي فعلا حقيقه اكني اجرمت اكني عملت حاجه من الكبائر. انت يعني ايه اللي انت بتقوليه ده يعني؟ لا والذكي بدل ما بتكلموا على ربنا موجود او مش موجود يروح جاي فاتح لك الكتاب ويتكلم. انا بكلمك ان انا مش يعني انا شك ان ربنا موجود مش موجود او انا شك ده مقدس بس متحرك يعني. هو ده مقبول ان احنا نشك؟ ده مقبول؟ هل شك مقبول؟ يعني بص اقول لكم عباره قولوا لي رايكم فيها. في حد يعني من الفلاسفه قال ان الشك هو الباب الوحيد لليقين. شفت؟ لا انا باخد رايكم. انا لا موافق ولا معترض. بس خلي بالك انا باخد رايكم انتوا. قلت 1-0. لا 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 هو يا جماعه احنا مش ماتش هنخلص تعادل بس مبسوطين. كبيرة اني لو ما شكتش وقعدت ادور مش هكون متاكد لكن هكون واخده الحاجه على انها مسلمه مش هقتنع بيها بعقلي. بس فاعتقد انه الشك ده جزء كبير اني ادور فاعرف فيبقى عندي ايمان أنا او عندي يقين. انا اختلف في نقطه واحده عشان ده يعني مش اختيار شخصي بس بيحصل معايا ساعات ما بيبقاش اليقين ساعات بياخد سكه تانية الشك معايا ويقلب شك حقيقي. لكن عمرك وصلت اليقين من غير شك؟ لا. طب انتوا ايه رايكم؟ انتوا لابسين احمر ايه رايكم؟
رأيي ان ممكن اوصل يقين من غير شك. بيتهيألي ان يعني ممكن اصدق حاجه من غير ما ابقى قبل كده شكيت فيها، على اساس ان هي منطقيه، يعني كل حاجه في الدنيا حواليا بتتكلم عنها، يعني بتشهد عنها، فيبقى لازم اصدقها، يعني يكون لي نظام، يعني يبقى لازم اقرر بالنظام. انت كده عندك رد على سؤالك، يعني ربما توجد الرد على الشك بتاعك قبل ما يظهر في دماغك، يعني ممكن هتلاقي حصل معاك حاجة انك شكيت للحظة بس لقيت الرد جاهز. يعني انا مفيش مشكلة اني اشك، يعني مفيش حاجة اسمها ما تتكلمش وما تقولش وما تعبرش، لا، اني اشك عشان اصدق في الحاجة ده طبيعي. خلينا عشان بس حساسية كلمة اشك يا جرمين اقول مفيش مانع ان انا اسأل، او معنى اصح في ضرورة ان انا اسأل في كل المسلمات اللي احنا بنتكلم فيها. بس انا اتولدت وكبرت واسرتي واهلي بيقولوا ان ربنا موجود والكنيسة بتقولي ان ربنا موجود، فما بيجيش في بالنا قوي ان احنا نفكر ونسال وتاكد من ايماني ده هو فعلا موجود، عشان على الاقل ابقى واثقه. انا ايمان ده احيانا بيبقى مشكله ويخلي ايماننا دايما ضعيف، لانه الايمان اللي مبني على شويه مسلمات انا ورثتها من الناس بتكون النتيجه بتاعته ايمان مهزوز، لانه انت بتقول لا الله موجود بس مش قادره تتعاملي مع الله على اعتبار انه موجود. في ناس كتير جدا بيقولوا الله موجود، لا، في ممكن ناس تيجي من اصدقائي يقولوا لي احنا مش بنؤمن ان الله موجود، فانا الاقي نفسي ابتديت افكر هم ازاي بيقولوا كده، ايه ده، طب انا طول الوقت بقول ان الله موجود. ابتدت تفكر، يعني اول ما شغل مخها بالظبط، لانه تربيت من انا بقى مشغل مخي. انا مالك عليا؟ طيب يا جون انا مالك عليك؟ بس ما هو ده الفرق بيني وبينك. انا عندي حاجه مشغل مخنا، انا عندي حاجه تانية كمان، انه غير بقى ان الله موجود، لو انا مؤمن ومصدق ان الله موجود ومصدق في الكتاب المقدس، انا من غير ما ادرك ساعات كتير بقى مش مصدق في ايات جوه الكتاب المقدس. يعني الله محبه ولانه هكذا احب الله العالم، انا ببقى مؤمن ومش مصدق ان الله بيحبني، ببقى مؤمن ومش مصدق انه رب رعيه فلا يعوزني شيء. بس انا عايز اشوف انا فهمتك صح ولا لا. يعني انت مش مصدقه، قصدك يعني مش قادره تحسي الكلام ده وتتعايشي معاه؟ لا مش ان الايه دي ولا الايه دي مش مصدقه انها موجوده في الكتاب. لا انا مصدقه ان هي موجوده في الكتاب، لكن مش مصدقه ان هي ينفع تكون على حياتي واقعية. انا واقعيا الله بيحبني فعلا، رب رعيه، وكمان لظروف الحياه، ان الله صالح، ان الله محب، ان الله راعي، وفي الكنيسه بيعاملوني على اني انت ازاي تشكي في كلام الكتاب المقدس، ازاي تشكي ان الله محب، انت ازاي تشكي ان الله راعي، انت ازاي تشكي ان الله صالح، وبقينا بنقول كلام 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 واحنا مش مصدقين فيه اصلا. انا اقول لكم رايي واقول لكم حاجه حصلت مع واحد من الابطال العظماء اللي في الكتاب المقدس. انا رايي الشخصي ان التساؤل حاجه يعني مدعمه للايمان، مش ضده، مش ضد الايمان. انا اسال هل الكلام اللي انا بؤمن بيه ده صح ولا لا، لان الله ما بيلغيش عقلنا عشان يشغل ايماننا. يعني العقل والايمان مش ضد بعض، انما الايمان عباره عن عقل بيفكر ومدخل الله في الموضوع. يعني هل الايمان بيلغي الفكر؟ لا، بيفكر، بس بيفكر والله موجود في المشهد، في حساباته الله موجود. طبعا بدايه من ان انا في يوم من الايام يبقى عندي شك، هل الله اللي انا بعبده ده موجود فعلا ولا انا بقضي حياتي كده وخلاص؟ ده سؤال محتاج ان انا ادور عليه، والحقيقه طبعا بنلاقي له اجابه، لانه في اجابه في الطبيعه، في الخليقه، في النظريات العلميه، في المنطق، في 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 التفكير بطريقه استنتاج رياضي منطقي طبيعي. يعني انا مش عايز اخد كل الوقت في الكلام عن وجود الله، لكن وجود الله مثبت بالعقل والمنطق بكل تاكيد. انما يمكن اللي يخصنا اكتر يا جرمين اللي انت اثرتيه من شويه، فكره ان انا يبقى عندي تساؤل في حاجه من امور الله، يعني هل الله صالح فعلا زي ما بنقول، هل الله بيحب، هل الله يكفيني الكلام. لو عندي حاجه تانية، هو انا بصدق الاول وبعدين بشوف، ولا بشوف الاول وبعدين بصدق؟ هي انهي فيهم؟ بتفكريني بالديبيت بتاع البيضه الاول ولا الفرخه؟ البيضه جت من الفرخه ولا الفرخه جت من البيضه؟ بس ده واقع يعني، ولو انا مش عارفه اصدق هجيب التصديق ده منين؟ بصي، هو الله ما بيفشلش ان هو يوظف كيفما شاء، مرة انه يخليني افهم عن طريق ان انا شفته، مرة اؤمن واصدق فاشوف، يعني ما اقدرش احط لها قاعدة نهائية يعني. بس كل المعجزات والعصايات، ما هو يعني لو اديتوني نفسي دقيقة واحدة كنت اقول لكم يعني ولو ان المبدأ اللي عند الرب ان امنتي ترين مجد الله، بس ما ربي لقى ان ايماننا ضعيف فيقوم يبعت لي حاجة تساعد الإيمان دوت عشان خاطر يقدر يصدق ويشوف الله. بس اصلا الايمان مبني على انه اصدق من غير ما اشوف او حاجه ملموسه. هي الايات اللي بيقولوها لنا بتاعه توما. ايوه بس انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا توما، انا عايزه اشوفه بعدين اصدق. انا راضيه، انا توما. بصوا يا جماعه، انا مش بتكلم على يعني انتوا كلامكم مش متعارض مع بعض، بس كل واحد بيبص له من ناحيه، فهدوا شويه كده وتتفاهموا مع بعض. الايمان يا ايمان
كويس، طبيعي انك دافع عن الايمان طبعا يعني. كلمينا عن نفسك شويه. الايمان مش حاجه كده هو غميضي ضد العقل ولغي كل حاجه، لانه زي ما قلت لك الايمان طريقه تفكير الله موجود فيها. صح، مصدق حاجات فوق عقلي بس عمرها ما كانت ضد عقلي. مش شايفاه، هو ده الايمان. صحيح. بيكلمني عنه الله. بالظبط، مش شرط ان انا اكون شايفه، بس هل ده ضد ان انا مصدق ان اللي مش شايفه دوت يقدر الله يكون بيشوفه ويعمله؟ يبقى عقلي اشتغل في القصه. انا بس عايز اوصل لحاجه ان الايمان مش الغاء للعقل. بس سهل ان افهم الايمان؟ ممكن تاخد العمر كله منك عشان تفهم الله. اللي انا عايز اقوله او القصه اللي بتحضرني من الكتاب المقدس يمكن توضح لنا الفكره. في واحد من الناس المحترمين اللي كان دوره انه يهيئ الطريق قدام المسيح، يوحنا المعمدان. الراجل ده ونسيب الرب حسب الجسد او قريب الرب حسب الجسد، ويعرفه كويس جدا، واللي في يوم من الايام قال عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، واللي قال ان انا لست اهلا لان احل سيور حذاءه، وقال كلام جميل جدا. بس في يوم من الايام اتمسك في السجن وكان مهدد بالقتل، وفعلا اتقتل بعد كده. وهو في انتظار الاعدام شاف الدنيا كلها ماشيه بالمشاقل، هو جاي بيبشر بالمسيح، كان متوقع ان المسيح يرسل عدل على الارض، كانش فاهم لسه ان المشوار طويل. وبعدين لقى روحه في السجن ولقى ان الاشرار هم اللي افضل، فقلق بصراحه. فانبعت للمسيح الناس بتوعه، التلاميذ بتوعه، يسالوه سؤال: انت الاتي ام ننتظر اخر؟ يعني انت بجد اللي انا كنت ببشر بيه؟ لا، انت اللي بتبشر بيه تمام، ولا استنى واحد تاني؟ الراجل ده تصرف صح ولا غلط في رايكم؟ انا شايفه صح. انه اللي شك ولا اللي انا طبعا شايف انه صح. انه هو شك؟ طبعا هو لازم تمام. هو يعني بس هو عنده اساس ان في حد اتي، يعني دي حاجه مسلم بيها عنده، وعنده اسئله يعني هو مش متاكد اذا كان هو ده ولا لا، بس هو عنده اساس ثابت ان في حد هياتي. ده بايمان مش بمنطق، بايمان. طب انا عايزه اعرف حاجه بقى، لا حول ولا قوه الا بالله، كتير بيسالوها عايزين يفهموها. طب انا ما بسال واسئله زي دي، زي موقف اللي انت شرحته وحكيته ده، الله بيزعل مني ولا بيقبل ده؟ ده يخلينا نكمل بقى القصه. يلا بينا. تمام، بقى القصه جميل جدا بقى، لانه الرب رد على الشك اللي عند يوحنا. قال لتلاميذه: بصوا، يوحنا مكتوب عنده في الاسفار بتاعت العهد القديم انه لما يجي المسيح هيعمل معجزات، من ضمنها معجزه ما عملهاش غير المسيح، هي تفتيح اعين العميان. فقال لهم: بصوا يا جماعه، روحوا قولوا له العمي يبصرون والعرج يمشون. قال سلسله من الحاجات الجميله، وبعدين قام خاتم قال: وطوبى لمن لا يعثر فيا. اول ما التلاميذ مشوا اتلفت لباقي الناس من ضمنهم تلاميذه هو، عشان خاطر ما يفهموش الموضوع غلط. قال لهم: انتوا ايه رايكم في يوحنا المعمدان؟ انا بقول لكم عنه انه اعظم المولودين من النساء. مع انه شك مع في الوقت يعني الشهاده من الرب عن يوحنا المعمدان بتقول ان هو عارف كويس جدا انه هيشك، وعارف طبيعته البشريه، طريقه تفكيره كده. الفكره اللي عايز اوصلها يعني الله بيقبل ده، بيقبل ان اشك حتى فيه، بس اروح له هو واساله هو، ويبقى عندي استعداد. لو انا اصلا مثلا مش انا بقول يعني مش موجود، فكره ان الله مش موجود، انا قلت ان في منطق وعقل بيتكلم عنها. انا بعالج بس مازال في انا بعالج المشكله إن انا بعالج المشكله بتاعه جيرمين اللي كانت بتتكلم فيها، ان احنا تمام. كمؤمنين عندنا شويه شكوك في امور الله. لا طبعا، ده انا اشجعكم انكم تقروا عن وجود الله وتبحثوا عن وجود الله، هتلاقوا حقيقه احنا ايماننا يا اندرو بوجود الله صحيح هو ايمان في القلب، لكن تدعمه كميه من البراهين يعني فوق ما تتخيل. طيب ما يمكن الحاجات دي بدل ما تبقى مبرهنه تخليني ابعد، هل ده مظبوط ولا على طول هتبقى الحقيقه؟ كل واحد مخلص لا يعدم الادله ان هو يشوفها. في ناس مش عايزه تعرف ان الله موجود، بغمي عيني عنه، عامل زي النعامه اللي يحط راسها في الرمل عشان خاطر لا تقول لي لا خطيه ولا جهنم ولا ابديه ولا كل الكلام ده. لكن اذا توفر الاخلاص في بدل الدليل ادله. وتاني انا باكد انه يعني عايزكم تقروا تبقوا جاهزين للقصه دي، بس انا هماني قوي الفكره بتاعه جيرمين. تمام، ان انا نفسي حتى كمؤمن مصدق بالكتاب المقدس وليه علاقه يمكن بربنا كويسه، ممكن تجي لي في بعض الاحيان شويه شكوك في صلاح الله، في حاجه مرتبطه بالله حبيته ليا اوقات فشك. ده اعظم المولودين من النساء زي ما احنا كنا بنقرا من شويه، شك بس الحقيقه عفارم عليه، راح بالشك بتاعه في المكان الصح. تمام، فلما يبقى عندي قلق وشك، تعالى اروح لربنا اقول له ردني على السؤال. مفيش طريق تاني؟ مفيش مانع ان انا اروح لخدام، لناس دارسه، اروح لكتب؟ ما ده اللي بقصده بقى، اروح لربنا. يعني عايز اسمع يا اما الرب مباشره في خلوتي، يا اما لو مش قادر اسمعه بسمعه من واحد بيفتح الكتاب وليه علاقه بربنا. ولو رحت الخادم وقال لي انت ازاي تعمل كده، اعمل ايه في الخادم؟ تبي نقيتي غلط، بس نقي واحد صح، لانه ربما البعض عن بساطه يعني.
تمام بيعملوا الكلام دوت، لكن اللي تعبوا واللي اتعصروا في السكه ديت زي حالاتي الحقيقه، يعرف ازاي يترفق بواحد عنده شكوك وعنده اسئله في الحاجات اللي هي يقينيات ديت ويرد عليه، لانه مفيش حاجه من يقينياتنا يا جماعه ملهاش رد، سواء من الكتاب او من الاختبار او من الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. طيب لما انا اروح لربنا بتساؤلاتي، يعني لما يوحنا مثلا راح ربنا ما قالوش نعم وخلاص ريحه وقعد يعني يتكلم يقول له ده الدليل ما دخلش، يعني ده انت عارف دي بتاكد لك ان الله بيحترم علينا، تاخد بالك من فكرة؟ يعني مش قال له ايوه انا هو كان ممكن يختصرها له، بس عشان ياكد لك ايمان ان الله بيستخدم، اداله الدليل الاول، اداله الدليل، فالدليل ده بيخاطب ايه؟ لا العقل مش كده؟ اداله الدليل، عندك في الناموس مكتوب ان المسيح هيعمل كذا. طب لو انا شكيت النهارده ده معناه ان انا في نظر الله ان ما عنديش ايمان او ايماني ضعيف؟ ما انا قلت لك ان وراها على طول ده مدحه. طب واحد زيي بقى، اوكي انا بشك انا عايز اعمل ليميت بقى، يعني عايز احط حدود. ممكن تكون افكار ظلم الشيطان كمان، يعني ممكن تكون مش بس عقله، يعني ممكن تكون فعلا في حاجات يعني الشيطان هو اللي حاططها في دماغه. صحيح، ما عشان كده لما بروح للرب بيحصل فلتره للموضوع دوت. ينفع اشك في موضوع مره وبعدين ياكد لي واشك تاني ربنا يعمل فيا ايه؟ لا هو مش هيعمل حاجه، بس انا هبقى بضيع وقت. يعني لو عايز ارد على بقى سؤالك يا جون، انا من حصيله اليقين اللي بيتكون عندي، انا ما ينفعش ان كل شويه جرمين يعني اشك في حاجه وبعدين تثبت ليا، لازم احطها في دماغي في منطقه اليقين، والا ده يبقى امر مرضي مش صحي. يعني اخر سؤال، بيقولوا انه في سن مثلا زي سن المراهقين اللي هو سن اعدادي وثانوي، ده عنده شك في كل حاجه، هل ده حقيقه وهل السن ده يتخض على نفسه انه يعني قرب يشك في ابوه وشخصيته؟ سن المراهقه مرتبط بالشكوك لانه بيكون قناعاته من جديد، فيهدى وما يقلقش انه لا ما يقلقش، بالعكس ويكون قريب من حد قادر تساعده في ان هو يفكر بطريقه سليمه، واحنا الكبار ما نقلقش عليهم، ندعمهم بس بالفكر، ندعمهم بالإجابات. تمام، الطبيعي أنه بيكون القناعات بتاعته اللي هيعيش بيها كإنسان بعد كده، فمش غريب أنه يحصل الكلام ده. ده طفل ابتدى دلوقتي بيعمل رصيد، الداتا بيز بتاعته فاضية فبيملاها صح. برضو أنا ما رديتش على سؤالك، أرد منتظر لأنه ده قلقني. أرد، حاضر، الرد بمنتهى البساطة أن أنا هعلم نفسي بقى، هدرب نفسي أن الحاجة اللي ثبتت ليا بالبرهان العقلي هنقلها في دماغي لمنطقة اليقين، خلاص انا اثبتها. تمام، يعني لو جالي فيها شك تاني انا كده هرد على نفسي ان انا عندي دليل. تمام، مش مساله الغيبيات، لكن مساله انا عندي دليل. الدليل ارجع افتحها تاني ليه؟ اغلب الامر هيبقى مش من الكتاب، هيبقى من لا هو من الكتاب حسب القضيه. ما هو اذا كنت انا بشك اساسا ما هو يعني انا مش بتكلم بس على وجود الله، اي حاجه انا بتكلم على اي قضيه ايمانيه، انا ممكن زي المحبه والصلاح، زي المحبه والصلاح بالظبط، ان انا خلصتها فانا قفلتها وخلصتها بطريقه سليمه بالرد وبالدليل، منطقيه وبالدليل وبالحق. تمام، ساعتها انا دخلتها في منطقه اليقين، وهكذا واحده ورا الثانيه انا هلاقي ان عقلي بيقرب من ايماني اللي انا مصدقه بالايمان، الله بيثبته ليا اكتر واكتر، بقدر اعيشه بقوه اكتر. تمام، هو ايه هي البدايه؟ الايمان. البدايه الايمان، تمام، وانا بصدق الله، لكن الله لا يكف للحظه عن انه يؤكد لي ان هذا الايمان حقيقي. لما البدايه الايمان ده انا اجيبه منين؟ هي بدايه الايمان انا بقى اجيبه منين؟ هو مش موجود عندي الايمان يا جرمين. الكتاب بيقول عنه هو عطيه الله، حاجه بيخلقها الله جوايا لما بيثبت لي وجوده، هو لا يكف عن استخدام كل كياني على بعضيه عشان يوصل لي هذا الايمان. استعمل عقلي، استعمل الخلفيه اللي انا جاي منها، استعمل الظروف اللي حواليا، كل الحاجات دي مع بعضها لحد ما يكون قناعه جوايا بتشكل هذا الايمان، ان انا مصدق ان الله قال كده، بيحب بالطريقه ديت، عنده سعاده غير بالطريقه دي. لازم ابقى مخلص، صح؟ لازم ابقى مخلص، ملهاش حل، لازم الله لا يمكن التعامل معاه بدون اخلاص. طب اي حاجه عشان اتاكد منها في قناعاتي وفي ايماني مش بس عن الله، ايه الطريق اللي اسلك فيه؟ ايه ازاي ارجع اتاكد؟ ايه المرجعيه بتاعتي؟ ايه الاساس اللي ارجع له؟ وينفع اقول له اعني يا سيد ضعف ايماني؟ حقيقه المرجعيه بتاعتي ايمان. انا هرد على سؤالك يا جميل حاطر، المرجعيه بتاعتي ايمان هي كلمته بقى، مجرد ان انا صدقت ان هو موجود وعندي الادله ان هو موجود وان ده كتابه، المرجعيه بتاعتي هو الكتاب بتاعه. طب في امور ثانيه في حياتي غير الله اتاكد ازاي ان انا وصلت له ده صح وابقى مؤمنه بيه؟ يعني احنا يعني مش فاهم، يعني انا اوريدي انا ممكن اشك مش بس في الله، اشك في امور كتير في حياتي، المفروض ان انا اتاكد بعد ما اشك. دي مثال. طيب يعني مثلا في مبادئ اتربيت بيها، ثقافه معينه انا عشت فيها في مجتمعي، ابتديت احس انه لا مش يعني هي غلط، مش مناسباني، حاسه انه الناس هي اللي اخترعتها. طب انا لازم اعرف ايه اللي اتاكد منه عشان اعيش بيه الصح؟ ارجع منين اقول ان المبدا اللي انا قررت هعيشه ده هو ده الصح، هو ده اللي انا مؤمنه بيه؟ لا يعني انا اعتقد ان الكتاب وان كلمه الله فيها ما يكفينا للحكم على كل امور الحياه، ان انا بمشي وعايش بالاستقامه. ينفع اقول اعني يا سيد ضعف ايماني؟
دي احلى صلاه ممكن نقولها. القصه الجميله اللي انت بتقتبسي منها ديت، واحد جه الرب قال له كل شيء مستطاع للمؤمن، ان كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. قال له اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني. سؤال كلمه غريبه، يعني ايه الكلام ده؟ قال له بص يا رب انا ايماني عشان يتم اللي انت بتقوله ده محتاج ايمان قد كده، بس انا اللي عندي قد كده. فالحبه اللي باقيين دول اسمهم عدم ايماني، انت اعن عدم ايماني دوت. فبتكون نتيجه ان الرب يقوي هذا الايمان، يعضده بطريقه منطقيه وعقلانيه، ويريح قلبي وعقلي وفكري كل حاجه. يعني خلاص عايز اوصل لها انه الهنا مش بس بيتعامل مع القلب، لكن بيتعامل مع الكيان كله، وعنده استعداد يريحني ويريحني في اسئلتي ويرد على كل اسئلتي بالطريقه اللي ممكن تكون بتكمل حياتي بطريقه صح. يعني لو انا بسال في اي حاجه، بساله في اي حاجه هو هيجاوبني حتى لو مش ملموسه، هو المفروض انه عنده استعداد يجاوب، بس في بعض الاحيان بياجل الاجابه، لانه لما بياجلها بيرد عليها بالقرينه بتاعتها بالوقت بتاعها. يعني بس لازم ناخد بالنا ان في فرق في عنصر الوقت ما بيني وبين الله. انتظر. ايوه كنت هتقول حاجه. لا عشان انا بس بفكر انه بما انه هو اللي خالقني فهو دايما ليه مرجعيه، يعني بما انه مره حتى اثبت انه هو الله موجود هو اللي خالق، فاعتقد في اي امور انا لازم ارجع له هو لازم. يعني اعتقد ما اعرفش كلمه لازم يرد ولا لا، بس اعتقد لازم يرد باي طريقه مباشره او غير مباشره او واضحه او مش واضحه. هو بيعمل كمان هيرد بالطريقه اللي افهمها بشخصيتي، ولا ده مش ضروري مع اخلاصي. يعني كتير انا فاهمه الله بيرد عليا ازاي وعايشه ده، بس في كتير غيري حواليا بيتكلموا معايا محرومين من ده، مش قادرين انا اكلمهم بس هو مش واصل لهم. هو بيعرف يتعامل مع كل واحد فينا بطريقته، بالطريقه اللي تناسب معاه. يعني عارف ايمان بتفكر ازاي، وايه اللي بيوصل لها، وايه اللي بيقنعها، وعارف عصام بيفكر ازاي، وبيتعامل مع كل واحد لانه احنا خلقته، هو اللي معاه الكتالوج بتاعنا، هو المصنع بتاعنا، يعرف كويس جدا يتعامل مع كل واحد. بكل تاكيد. لو عايزين نلخص كلامنا في جمله، كل واحد يقول لي جمله كده، هو تقولوا ايه الجمله اللي انت قلتها اللي هي ان الشك هو المفتاح لاي يقين؟ يعني كويس بين قوسين، يعني مفيش مشكله اني اشك، ربنا هيرد عليا يعني. تمام، ونقبل عندي واحد بيرد يعني، ونقبل اي حد بيسال وبيشك، وانه من نظرتنا ليه ما تقلش، هو ده نساعده بالظبط ونساعده كمان. يمكن لما اروح بالشك بتاعي للاتجاه الصح، الشك ده يتقلب ليقين وايمان، اروح للاتجاه الصح. جميل جدا. رب يساعدنا انه لو عندنا اي اسئله والشكوك او اي شكوك نروح له ونسال وندور ونحاول، وبالاخلاص لازم هيوصلنا في الاخر يرد علينا ويريح قلوبنا. احيانا بس توقيته بيبقى مش زي توقيتنا، لكن دايما في الاخر بيرد علينا الرد اللي يريح قلوبنا. شكرا يا دكتور. شكرا، ربنا يبارككم. عرفنا ان مفيش مانع اننا نسأل في كل حاجة علشان يبقى ايماننا قوي وثابت وعلى ارض صلبة، لان الايمان مش ضد العقل ولا المنطق، ولكن الايمان فوق العقل، ولان المنطق بيقوي الايمان فيخلي الانسان يفكر، ولكن بيدخل الله في تفكيره. وعرفنا كمان ان ربنا ما بيزعلش لما نسأله، زي ما حصل مع واحد زينا اتقال عنه انه اعظم المولدين من النساء، يوحنا المعمدان. شك في شخصية المسيح، ومع ذلك ربنا مدحه ومدح سؤاله. عزيزي عزيزتي، روح لربنا بكل تساؤلاتك، وخلي عندك إخلاص في البحث بكل اجتهاد، واستخدم العلم والمنطق، وابحث وادرس وفكر، لكن الأهم تصلي وتطلب من ربنا. لو أنت فعلا مخلص وعايز توصل، هو وحده هيجاوبك ويفهمك ويعطيك الإيمان ويثبته. الرب اللي قال عن نفسه إنه الطريق والحق والحياة، وكمان روح الله اللي هو روح الحق، وهتساعدك كلمة الحق اللي هي مرجعية ثابتة في أي زمان ومكان. هنسيبكم مع آخر فقرة هنختم بيها حلقتنا النهاردة. هنسمع ترنيمة جميلة بتقول: إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج ناس زينا. ربنا معاك. ولا في التراب موضوع.
إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي إلهي حي قادر وملوش زي إلهي إلهي حي قادر وملوش زي واسمه الرب يسوع واسمه الرب يسوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي مش من حجر ولا من خشب مصنوع أو مخلوق زي البشر ولا في التراب موضوع. إلهي إلهي حي قادر وملهش زي ده إلهي إلهي حي قادر وملهش زي واسمه الرب يسوع واسمه الرب يسوع.